النهارده عندنا مجموعه من الاخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم، لكن خلينا نبتدي الاول باهم الاحداث اللي حصلت امبارح وابرزها استقبال سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي للشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس دوله الامارات. وخلال اللقاء تم بحث سبل تطوير اليات التعاون المشترك في جميع المجالات لما فيه من مصلحه الشعبين الشقيقين. ومن اخبار مؤسسه الرئاسه نروح لاخبار مجلس الوزراء، لان امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي دوله رئيس الوزراء الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير وتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف وكمان ترتيبات انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة. خلونا نعرف تفاصيل أكثر من خلال هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات. وخلال اللقاء تم بحث سبل تطوير آليات وأطر التعاون المشترك في جميع المجالات لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى التنسيق الحثيث تجاه التطورات الإقليمية المختلفة في ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصري الإماراتي من دعامة أساسية لترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع تابع فيه الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير وتطوير المنطقة المحيطة به، وتم التأكيد على الانتهاء من الأعمال بنسبة 100% لكل من بهو المدخل والدرج العظيم وقاعات الملك توت عنخ آمون ومتحف الطفل ومبنى التذاكر وميدان المسلة المعلقة والحدائق المحيطة والمباني الأمنية الخدمية. كمان شملت الأعمال اللي تم الانتهاء منها بنسبة 100% كل من المناطق الخدمية الاستثمارية والخدمات التشغيلية الإلكترونية وأنظمة التذاكر والتأمين والمراقبة وكمان مناطق انتظار السيارات. امبارح في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقره بالعاصمة الإدارية تم استعراض عدد من ترتيبات انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة. ووجه مدبولي بسرعة استلام الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة لوحدتهم المخصصة ليهم في مدينة بدر، مع سرعة تشغيل الخدمات المختلفة في المنطقة دي من مدارس ومراكز طبية وخلافه. كمان وجه بتيسير آليات نقل الموظفين إلى الحي الحكومي من مختلف المناطق عبر منظومة النقل الجماعي اللي وفرتها الدولة. امبارح وافق مجلس الوزراء على حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين موسم 2023 ليصل سعر الأردب ل 1500 جنيه نقاوت 23.5 إيراد، وده تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي. امبارح بعث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، وأعرب رئيس الوزراء عن تقديم أخلص التهاني القلبية لقداسة البابا والجميع الإخوة الأقباط مقرونة بأطيب التمنيات بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على قداسته بموفور الصحة والسداد وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار. نروح دلوقتي لأخبار المحافظات، لأن في الحقيقة معنا مجموعة كبيرة من الموضوعات والأخبار الهامة اللي حصلت في محافظات الجمهورية المختلفة. نبدأ من محافظة إنا وانطلاق موسم توريد محصول القمح في المحافظة، وكمان حصل في محافظة أخرى بدء أعمال رصف كورنيش بحر شبين تحديدا في المحلة الكبرى في الغربية. امبارح كمان في المحافظات تم توعية طلاب 65 مدرسة ازاي يرشدوا استهلاك المية في سوهاج، ونجحت 4 منشآت صحية في امتياز معايير التسجيل القومية في الأقصر، وأحداث تانية كتير هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من قنا اللي تم فيها انطلاق موسم توريد محصول القمح لعام 2023، وبدأ الموسم بوصول 3 شاحنات قادمة من مزارع القمح بمنطقة شرق العوينات بإجمالي حمولة 240 طن. في مطروح تم الإعلان عن إنشاء المحطة الرئيسية لرافع مياه الصرف الزراعي لتوصيل المياه إلى القناة الناقلة للمياه لمسافة 38 كيلومتر شرق سيوة للقضاء نهائي على ارتفاع منسوب وملوحة مياه الصرف الزراعي ومعاناة الأهالي والمزارعين بسيوة، وده تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة حل المشكلة من جذورها.
في الغربية تم بدء أعمال رصف كورنيش بحر شبين بالمحلة الكبرى بطول 6 كيلومتر وعرض 10 أمتار ليصبح بذلك محور مروري هام حول مدينة المحلة، مما يساهم في فك الأزمة المرورية داخل شوارع المدينة من خلال ربط المجمع الصناعي بالطريق الدائري. في سوهاج أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنها استهدفت خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجاري طلاب 65 مدرسة لتوعيتهم بقضايا ترشيد المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي. في الشرقية قامت مديرية الطب البيطري بتحصين 250,440 طائر ضد مرض إنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية ومتابعة الوضع الصحي لمزارع الأسماك. في الأقصر أعلنت هيئة الرعاية الصحية نجاح 4 منشآت صحية تابعة للهيئة في اجتياز معايير التسجيل القومية المعترف بها دولياً، وبكده بيبلغ عدد المنشآت اللي تم تسجيلها بالمحافظة حتى الآن 49 منشأة صحية. في جامعة المنوفية تم نشر 24,781 بحث لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة في المجلات العلمية العالمية خلال الفترة الماضية، منهم 18,399 بحث مشترك و6,382 بحث فردي، كما تم نشر 240 بحث خلال شهر مارس الماضي.